أولا هذا الميناء عليه تساؤلات كثيرة وكبرى حول هدفه وأهدافه. هدفه الآني بمعنى هل يكون هو إغاثي فعلا؟ هل يغطي بشكل أو بآخر احتياجات القطاع الإنسانية والطبية بهذا الاتجاه؟ أم يكون له أهداف أخرى؟ وهنا دعني أقول بشكل واضح وبغض النظر عن طبيعة يعني الأسئلة واللغط حول هذا الميناء، هو بالضرورة إذا كان إغاثي لا يفي باحتياجات السكان في قطاع غزة، خاصة أن القطاع بكل مناطقه يعيش على حافة المجاعة. وبالتالي المسألة الآن كيف يضغط العالم وتضغط الولايات المتحدة من أجل إجبار إسرائيل على فتح المعابر البرية، وهي 5 معابر أساسية، وبعد يعني سيطرة إسرائيل على المعبر الرئيسي الذي كانت تتدفق من خلال المساعدات وهو معبر رفح، شكل بالضرورة عائقا جديا أمام وصول المساعدات الإنسانية. إذن آلية يعني والموضوع الإنساني الإغاثي يجب ألا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو عسكرية أو ميدانية، بفعل أن هذه مسألة يعني يجرمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب. يعني المسألة الإنسانية والإغاثية ليس لها علاقة بما تحتاج إسرائيل من كما تدعي من إنجاز يعني عملياتها العسكرية وأهداف حربها على قطاع غزة. نعم سيد أشرف، يعني ماذا بخصوص مباحثات الهدنة بين إسرائيل وحماس، خاصة وهناك إشارات بقرب اتفاق مشترك بين السعودية والولايات المتحدة مرتبط بشكل كبير بحل الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ نعم هذا السؤال الكبير، والسؤال الكبير له علاقة بالصفقة الكبرى، وفي روحها هذه الصفقة هي مبادرة السلام العربية، وبالتالي التطبيع الشامل أو العلاقات العربية الإسرائيلية يجب أن تندرج في إطار واضح لحل جدي وحقيقي وعملي للقضية الفلسطينية وفق مسار سياسي، وهذا المسار السياسي يتحدث عن قوات حماية دولية التي أصبحت إعلان المنامة، وتتحدث عن مؤتمر دولي للسلام، وهذا مطلب يعني فلسطيني عربي جدي من أجل إحياء عملية السلام، وأن تكون عملية السلام ذات جدوى وذات جدول زمني لإنهاء الاحتلال، لأن أي صفقة إقليمية بتجاوز الحق الوطني الفلسطيني ودون أن يأخذ الفلسطينيين حقوقهم بالدولة والعودة وتقرير المصير تبقى جذور الصراع قائمة. ولدعني أقول بشكل واضح، علينا ألا نسمع من تلك التسريبات الإعلامية الأمريكية والإسرائيلية. يعني الإخوة والأشقاء في السعودية واضحون منذ اللحظة الأولى دون أن يكون هناك أولا مسار سياسي للقضية الفلسطينية ويعني ذات جدوى وذات مصداقية وغير ذلك من عبارات تصاغ بهذا الاتجاه أو تسرب بهذا الاتجاه، ولكن نحن كفلسطين نفهمها بالتمسك بالثوابت الوطنية وبثوابت ومرتكزات مبادرة السلام العربية والاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية بهذا الاتجاه. وفي قلب كل ذلك الآن كيف نعالج هذه الحرب الدائرة؟ هذه الحرب الدائرة هنا مشكلتنا اليوم. هناك مقترح مصري كان عملي ويعالج الوضع الراهن ويمنع تداعيات الحرب وامتدادها واتساعها وآثارها على الإقليم وعلى المنطقة وعلى دول الجوار بالتحديد، ويأتي الأمريكي بمقترح مستقبلي في صحيح في هناك إجابة ما لإسرائيل في المستقبل كيف يكون اليوم التالي في قطاع غزة، ولكن الفلسطينيون يعني أجمع بكل فصائلهم ومكوناتهم وعلى رأسهم القيادة الفلسطينية وحركة حماس أن اليوم التالي يجب أن يجيب عن المعضلة الرئيسية الكبرى وهي القضية الفلسطينية بمجملها، وألا نقبل نحن كفلسطينيين لا نقبل أن تتوقف الحرب في قطاع غزة ويأتي يوم تالي على غزة ولا يأتي يوم تالي على القدس أو على الضفة الغربية. هذا هراء ولا يمكن أن يحدث. من هنا دعني أقول يعني الحوار السعودي يعني الأمريكي إنجاز التعبير أكثر، هذا حوار استراتيجي في بعدين، في بعد له علاقة باحتياجات السعودية وعلاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة، وهذا جزء من استراتيجية الولايات المتحدة تجاه هذه المنطقة الغاية في الأهمية لمصالحها ولوجودها العالمي، وفي شق آخر من أجل أن يتحقق هذا الهدف الاستراتيجي الأمريكي يجب أن يكون في هناك معالجات وتسويات كبرى في الإقليم، وأهم قضية ومشكلة ومعضلة هي القضية الفلسطينية، والذي لا يمكن السيطرة عليه هو إبقاء هذه الحرب دائرة والتي يجب أن تتوقف. ونحن نعلم جميعا أن من يعطل ويفشل كل تلك المسارات هو نتنياهو وحكومة اليمين المطرف في إسرائيل. نعم سيد أشرف، يعني دعني أبتعد قليلا عن ما يجري في قطاع غزة.
يعني بالتوازي مع ما يجري هناك. كذلك هناك تشديد كبير من القوات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية، تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وكذلك عمليات اعتقال وصلت الأرقام للآلاف. يعني لما هذا التشديد في هذا الوقت بالتحديد؟ يعني هل تريد إسرائيل إيصال الرسائل أو الضغط على جهة معينة من خلال ما تقوم به في الضفة الغربية؟ سأجيبك بالتفاصيل حول يعني ما يجري على الأرض وما تهدف إسرائيل لحظيا وآنيا، ولكن دعني أقول لك هذه الجملة وسجلها علي. بدأت الخطوات العملية الإسرائيلية لتقويض السلطة الفلسطينية تمهيدا لانهيارها، وهذا الانهيار بفعل هذه العوامل وهذه الضغوط وهذا الهجوم وهذه العمليات التي يعني تستبيح وتدمر القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية وحصار السلطة ماليا وامتناعها إسرائيل يعني هنا عن يعني عن 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 دفع مستحقات يعني المقاصة الفلسطينية او الاموال الفلسطينية المحجوزة. يعني بالضرورة نحن امام ايام فاصلة، وهذا سجل علي هنا للعيد الأضحى يعني القادم. إذا لم يكن في هناك معالجات جدية ودعم الحكومة الفلسطينية وضخ الأموال لها وإسناد يعني موازنة ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لكي تستطيع السلطة الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بكل ما له علاقة بهموم الناس وحياتهم ووظائفهم ورواتبهم وغيرها، إذا لم يحدث تغير ما بهذا الملف، الملف المالي الذي يقوي السلطة، القيادة الفلسطينية يعني استطاعت أو استجابت بشكل أو بآخر تشكيل حكومة تكنوقراط، هذا جزء من سياق سياسي ما جرى نقاشه. إذا لم يحدث ذلك نحن أمام انهيارات كبرى في الداخل الفلسطيني، خاصة أن المقاومة الفلسطينية المتصاعدة المتنامية المتطورة في مخيمات شمال الضفة الغربية وفي كل أرجاء الضفة الغربية، والتي بدأت تأخذ عفوا طابعا يعني مختلفا اليوم، هذه المقاومة في بعدين، بعد سيتصدى للاحتلال وبعد آخر سيزعج الحالة الفلسطينية الداخلية، وبالتالي هناك ارتداد وغضب من الشارع الفلسطيني على الإسرائيلي الذي تقاومه يعني يقاومه أفراد المقاومة ويجابهوه ويتصدوا له بإمكاناتهم المتواضعة. وفي حقيقة الأمر هناك تساؤلات على وضعية الحالة الفلسطينية الكلية، ما يضع السلطة والأجهزة والمؤسسات الفلسطينية والقيادة أمام تساؤلات كبرى. وعلينا أن لا ننسى أن الرئيس في خطاب المنامة قد أشار بشكل واضح أن القيادة قد تذهب باتجاه تنفيذ قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني، وهذه القرارات اتخذت قبل سنوات، وفي جوهرها إعادة يعني فهم وظيفة السلطة وسحب الاعتراف بإسرائيل ووضع الحالة الفلسطينية الكلية بمواجهة ما. هذه المواجهة يعني من وجهة نظر القيادة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية بفعل فارق ميزان القوى والسيطرة الأمنية الإسرائيلية قد تأخذ طابع سياسي دبلوماسي له علاقة بالتحلل من الاتفاقيات وغيره. إذن هذا كله مؤشر جدي على ما يحدث في الميدان، يعني الميدان انعكاس تلك المخططات الكبرى التي يعني التي تحاول إسرائيل بين مزدوجين ما يسمى حسم الصراع، وحسم الصراع يعني الانقضاض وتصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وعبر كل ذلك إنهاء الكيانية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة بفعل هذه الممارسات والسلوكيات الإسرائيلية المختلفة. نعم، كنت معي من رام الله سيد أشرف عكا، محلل سياسي وباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.